في ظل مبادرة حياة كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية، ومن منطلق الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف، وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية يتفقدان لحوم صكوك الأضاحي قبل توزيعها على المستحقين بالمحافظة. ووزير الأوقاف يؤكد أن إجمالي المستفيدين من المشروع يبلغ أكثر من 1,400,000 أسرة تستفيد بكل عزة وكرامة. مشروع صكوك الأضاحي هذا العام أحدث رقما قياسيا، يعني سواء في التحصيل وصلنا هذا العام 142 مليون ونصف تحديدا، ترجمت إلى 1,453,000 كيلو، بمعنى 1,453 طن يستفيد منها 1,453,000 أسرة. في تعاون كبير جدا، مش بس برضو في المساجد والتجديد والإحلال والبناء والفرش أو في صكوك الأضاحي، إنما كمان في توفير الأراضي من الأوقاف، الاستثمار في تقديم الخدمات للمواطنين، الخدمات العامة والخدمات التنموية. وعلى طراز معماري وبناء هندسي يتماشى مع الجمهورية الجديدة، افتتاح مسجد عباد الرحمن بقرية العراق محافظة الشرقية في حضور وزير الأوقاف وعدد من القيادات، ليبلغ إجمالي ما افتتحته الأوقاف من مساجد 1,500 مسجد إحلالا وتجديدا كامل منذ سبتمبر عام 2020 حتى تاريخه. من أول سبتمبر الماضي في أقل من عام أتممنا افتتاح 1,500 مسجد إحلالا وتجديدا، أي بناء كاملا، إضافة إلى مئات المساجد التي تم صيانتها خلال هذه الفترة. الشغل ابتدى في المسجد ده من تقريبا من سنة بالظبط. عاملين الدور الأرضي مصلاة بتاخد تحديد 100 فرد، دي مصلاة للسيدات يعني. عاملين فوق 6 عيادات أو 7 عيادات متخصصة كلها. كل أهل الخير ساهموا بكل اللي يقدر عليه، يعني بصراحة طلعنا هذا العمل بالشكل اللي حضرتك شفته ده. وأحدث حاجة استخدمت في هذا المسجد أحدث التقنيات العلمية والهندسية والمعمارية. كل يوم افتتاحات في مساجد معينة في ربوع مصر كلها، كل هذا يعني ينبئ عن قيادة حكيمة من سعادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. كل يوم افتتاحات، الافتتاح تلو الافتتاح، دي حاجة عظيمة جدا جدا، واحنا بنحيي وزارة الأوقاف وبنحيي القائمين عليها. دور دعوي وآخر مجتمعي تقوم به وزارة الأوقاف من منطلق عملها الدؤوب على غرس القيم الإنسانية والتكافل من خلال مشروع صكوك الأضاحي، ودورها المستمر في إعمار بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى. في ظل جمهورية جديدة أرصد عائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تأتي افتتاحات المساجد الجديدة على مستوى المحافظات بطراز معماري ومباني حديثة، حتى وإن كانت في المراكز والقرى الريفية، لتكون وبحق حياة كريمة كما نادى السيد الرئيس. من مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، وليد هيكل، التلفزيون المصري.